سؤال باتال، ما حكم صيام النصف من شعبان أو أيام البيض فيه دون غيره من الشهور؟ ما قال السؤال قردنا محله بالله بي. سؤال شو حيلة هاي حاو حنفلة يا وعشان يطمع شعبان بروك لمن السوم كراه إن كان هران سو سوم تشرين. سؤال شو أنت أصلا كفهمي جوابتنا وحوي والعلم عند الله علم الله يسكون من دافين بيش الشعبان وحي شان يطبان كيدادا من السومي كرام يسمايا سون سنة عم الله بالله بكرا ننك سون سووتي سون عادة علىها ومالين سومي تري ماين أفر تري أما مالمها بيت كي صدح يطبان كي أفر يطبان كي شان تنك سومي تري أما قد الله لها ننك عادة صولها أيضا مرا ما يسومي كرا أدل أنا عدي سمدها أيضا لكن تلقى النقاش يحوي شيء طبعاً كشعباني الدم بيني من صن صنع سوس ومشرم ما بلاب كره علود وحيد بدنيه إلا بلاب كره لسوم كره حديث صحيحين ك بين أدلي شدين لا تتقدموا رمضان بصوم يوم أو صوم يوم أو صوم يومين عفوا النبي محمد وشعبان سوم شر وحي رب مويه النبي يقول يري بش رمضان يعني لقله هرمرين لبما المضو شعبان أما مال شعبان ودمات كيا سقال لباطن يسدي لباطن يتطبيع لباطن تتصوص سنتان رمضان هكو دبا قوانين بلاها كلا سارة. إذن عديد توحيد المامين إن شعبان ودم بلسوس ومكر شان يتوان كهوريو شان يتوان كالدنبابا لبدا بريو الدم بي سبا مويين نبي قونا وحي ربو بكتك جري جمهور تهال كاسي قبان أنك الشافعي ذا حديث قطمت إذن تصف شعبان فلا تصوموا أيان دليشنا جماعة من أهل العلم كتجي شافعي ذو إمام الشافعي كوكي هاي وحي قبان شعبان هذي كلا بران تبا أو شيء طبعاً كورؤو تجو مالك اللي حي طبنات إن أنصون سنة إلا بالله بكرم مد سوس على لقمة الله يو هذا سوجر تي لقمة الله يو مد عصمنا إلا بالله بكرم سنة لبذا الرأي باكرة لبذا الرأي مرك إنه سوك إنه بريتو وال السومي كرام مد إجماعاً معي لي شيء طبعاً كده ما بريمها يروح كجرتها شيء طبعاً كوري كميتها هاي وذاتك قبل شيء طبعاً كده بلا ما بالله بكرسون وشافعي الرجل لها المال أنا مدي دون شيء طبعاً كله صون وذاتي هران بقبل شعبان رضوا فصحن طاينة مدي دونه مركب بريتو ليلة نصف من شعبان أذو تقانا يعاول ليلة حقن ليلة حقن بس ما لون جرتي به ولا سومي كرا وحمرنا ماله والله سبحانه وتعالى أعلم. نينك أيام البدء سوم هاي نينك أب ما جاه يا شعبان شيء طبعاً قد حسابك لا كنت ربع وفس عيني. يا هو شيء عند مية مودعي والله سبحانه وتعالى أعلم.